ولك خرسي وفوتي عم قلك ولا ما في حدا بالبيت يلا فوتي لك مشان الله تركني بقى مفروض لك ألف بنت من بصر مايتي انت ايش مش شايفه حالك بدي اخذ اللي بدي اياه واسمن على راسك فوتي لجوا لك ما فشلت عايزك تلمسني يا واطي ما فشلت ولك عم قلك لجوا ما بتبعد لك خلص فوتي عم قلك شو دخلك انت ولك روح من هون احسن ما اطلع بروحك يسر الطريق ولك عم قلك روح من خلقتي روح فوتي لجوا لك فوتي لجوا يا لطيف منو هذا الميت؟ هذا رجال مقتول مين هذا؟ ما بعرف انا ما دخلني انا بشوف العقيد يا شباب اسمع تنزل على السوق بتوصل هذا الحمل لأبو عبدو حبوباتي بتروح وبترجع وبتاخذ هذا الحمل لأبو صبحي أنا واتي فهمت علي؟ فهمت معلم يلا بسرعة الله يرضى عليك يا ميت أهلا وسهلا ولك يا ميت أهلا وسهلا بوضح بيك خير طعان شو بدك؟ لا لا يا صاحبي ليش هيك عم تحكي معي؟ صاحبي ليه لوين انت صاحبي؟ لك فوق ما خبيت لك الأمانة ودرت بالي عليها؟ أني أمانة هاي؟ الخنجر اللي فتت مثل السلال على الخرابة وخبيته اللي قتلت فيه العقيد انت شو عم تحكي؟ طالما ما بتعرف عن شو عم تحكي معناته خليني روح سلم الخنجر للزعيم بحضور المختار وعضوات الحارة وخليهم يعرفوا مين قتل العقيد سلام عليك لا شو بلا طعام لا مو بالحساب انت صاحبي هلأ صار صاحبه أخي شو بدك لتسلمني الخنجر هذا هو الكلام الحلو هلأ فتنا بالجد خيو افكاك الطير بخمسة طيور وافكاك الخنجر بخمس ذهبات خمس ذهبات؟ اي خمس ذهبات جيبهم وسلمني اياهم وها يا دار ما دخلك شر لك انا اذا بتنكتني من تحت لفوق ما بتلاقي معي مثليك شو انا بلك وضاح بدك تجيب خمس ذهبات وسلمني اياهم احسن ما يدرى الزعيم وتفضح القصه كلها معك لبكره او لالا لانك صاحبي معك لبعد بكره سلام عليكم
معقول عقيد الحارة وأبضايا ينقتل بحارته؟ إي والله هالشي ما بيتصدق. أنا بعتقد إنه اللي قتل العقيد أخده غدر، لأنه العقيد يا ما فايت بخناية أكبر من هيك وطالع قده وقدود، ولا لا يا زعيم؟ لا يا مختار، العقيد ما مات غدر. لو كان جاي الضربة بظهره كنت بقول لك على عيني وراسي الشغلة فيها غدر، بس لكن الضربة جاي في بطنه، يعني من قدام، يعني يلي قتله كان وش لوش معه. يا لطيف، معناته هذا الشيء أبو ضاي كثير لحتى قدر يقتل عقيد. الله يرحمك يا عقيد، كان سقرت وكان يخدم أهل الحارة كلهم. على كل حال الله يرحمه، بس يعني كان له فصول ناصر. أنا بس بدي أعرف منو هالقبضاي اللي قدر يقتل العقيد ويتغلب عليه؟ الله أعلم، بس إلا ما ينعرف ما في شيء بيضل مخفي يا مختار. وانت قلتها مين طلع لي هالزغبي منين؟ لك هاد واحد خسيس وندر ما بيتأمل له، بيبيع أخوه مشان متليك ومشان خمس ذهبات. ضاح ضاح، خد هدا. شو هاد هو؟ دول بعتتون ست عبير معي. السلام. السلام. شو عرف هالست عبير؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. نعم والله مضبوطين لك مطاح. منين أمنتهم؟ هلا أنت شو بدك بالشغلة؟ هاي الخمس ذهبات صاروا معك، ناولني الأمانة؟ هلا أنا مبارح راجعت أعلي منيح، قلت ما برجع لك الأمانة لتعطيني خمس ذهبات تاني. بس نحن ما كان هيك اتفقنا. مزبوط، بس كل شيء بيتغير لك وضاح. مين بده يجيب لك خمس ذهبات كمان؟ مثل ما أمنت هدول خمس ذهبات بتأمن غيرهم، مبين عليك أنك نايم لك على طميرة مرتبة لك وضاح. طعان، أنا لهلأ ماسك أعصابي. إيه، وإذا فلتت أعصابك شو بدك تعمل إلي؟ طعان، رضاي عليك، اخذ الشيطان. خزينة الشيطان، بس الله وكيلك، الأمانة ما بترجع لتعطيني خمس ذهبات تاني؟ طب أنا شو بعرفني؟ ما أجيب لك خمس ذهبات وقوم ترجع تطلب غيرهم؟ لا، والله لا تستبعد، من شان هيك عم لك اشتري روحك قبل ما القصة توصل للزعيم ونفضح كل شيء. مظبوط، رح أشتري روحي، رح أشتري روحي وأطلع بروحك وأطلع. لك مو عيب عليكم؟ انتوا ولاد حارة وحدة وعم تتخانقوا مع بعض؟ أنا ما دخلني زعيم، وضاح تهجم علي وشواني مشان ما أحكي الحقيقة. حقيقة؟ حقيقة شو؟ وضاح هو اللي قتل العقيد. شو؟ هو اللي قتل العقيد؟ لا تستغرب، وضح هو اللي قتل العقيد وأنا شفته بعيني. طعان؟ وضح رجال معدل وذكر ومشهود بأخلاقه وبعمره ما تعدى على حدا من أهل حارة. مختار، أقسم بالله العظيم إنه هو اللي قتل العقيد. وشو دليل كلامه؟ هاي الدليل زعيم.
هذا خنجر العقيد. وضاح بعد ما قتله راح مت السلال على الخرابة ودفنه، وأنا فتت بعده وطلعته. فعلاً هذا خنجر العقيد أبو زافر. أحكي لشوف، أنت يلي قتلته يا وضاح؟ لشو ساكت؟ أحكي، أنت يلي قتلته؟ أي زعيم، أنا اللي قتلته. طيب ليش؟ ليش قتلته؟ فهمني. لك أحكي شبك؟ زعيم، نحن لازم نسلم وضاح للكراكون، خلينا جزاؤه، وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. وضاح معه حق يقتله للعقيد، العقيد كان بيستاهل القتل. بنتي، شو جابك لهون؟ زعيم، العقيد كان لاحقني على بيتي، بده يعتدي علي. وضح اجى بالصدفة ودافع عني وطلب منه انه يروح ويحل عني، وما كان يرضى واستمر برزالته وندالته. قام وضح اضطر انه يتخانق هو وياه بالخناجر وقتله لحتى يحميني. مزبوط هالحكي يا وضح؟ اي نعم زعيم، كل اللي حكته مزبوط. الله يرحمه، سبق وقلتلكن كان له فصول ناقصة، وهذا شو قصته؟ هذا والله ما بعرف يا زعيم، شكله شافني وين خبيت الخنجر، عم بلش يستغلني، قال بده 5 ليرات ذهب مش عم ما يفضحني، جبنا له 5 ليرات ذهب، صار بده 5 ثانية. شو ده؟ عم تستغله القبضاي؟ يلا لشوف، رجع له 5 ذهبات، رجعن! هاتوا لشوف! ما عملت شيء أنا. طلع بسرعة! حرك! اسمعوا له، ما بدي شوفك بهالحارة أبداً، وإذا بشوفك برة تانية علي الحلال لكسر لك رجليك. يلا نقلع من هون، نقلع! كتر خيرك يا وضاح، كتر خيرك لأنك حميت عرضي وشرفي. شرف كل حرمة بالحارة هو شرفي يا جماعة. لك الله محيي البطن اللي حملها، رجال من ظهر رجال، واللي عملته بدل على طيب أصلا. لهيك أنا رأيي يا جماعة إنه وضاح هو لازم يصير عقيد الحارة. شو رأيكم يا رجال؟ بيلبق له زعيم، بيلبق له، وضاح شيخ القبضايات. ألف مبروك. وأنا بيشرفني إنك تتجوز بنتي يلي حميتها ودافعت عنها. هذا شرف إلي عمي أبو شكري، كتر خيركم وفضلت. برضاك شملته. بعدين عليك بعدين. أهلين بعقيد الحارة. أهلين بالزعيم. هات لشوف، احكي لي شو صار معك مع العيال المعترة والمحتاجة، أمنت لهم كل طلباتهم؟ كل شي صار مثل ما بدك وأحسن زعيم. عظيم، احكي لي وبالتفصيل. بأمرك زعيم، هلأ مشان البيوت اللي عم تدلو أخذت الشيخ عبد العليم والطيان أبو رزق وكشف على كل البيوت وعرف الضرر منين ورح يبلش تصليح. كتير منيح، بس فهمتوا انه التسليم لازم يكون جاهز وخالص كل شيء قبل الشتوية؟ شنو الجماعة هالسنة قضوا المقاضي من البرد والدلف بهالشتوية هاي. فهمتوا وأكدت عليه. وبالنسبة للمونة؟ أنا نزلت على السوق واشتريتها بإيدي وزعتها على كل العيال المحتاجة حسب عددها. كتر الله خيرك، يكون بعلمك هالجماعة لازم ندير بالنا عليهم منيح، حاكم في عدد كبير منهم أرامل وعندهم أولاد وأيتام، وانت بتعرف الفقر بيولد الكفر، مشان هيك ما لازم نخليهم أبدا يحتاجوا لأي شيء. لا تاكل هم زعيم،
إن شاء الله ما بيعتازوا شيء، هدول بيضلوا أهلنا وناسنا. الله محيي أصلك وهذا عشمي فيك. أنا بخدمة أهل الحارة زاني. إسلام قلي لشوف شو أخبار شغلك بدكان العطارة؟ الحمد لله مستورة، وفضلك أنت والمختار وعمي أبو شكري برقبتي لموت. لا تحكي هالحكي عوذ بالله، فضلنا على حالنا. أنت رجال زقرت وقبضاي، كل الناس بتحبك بتحب لك الخير، بس يرضى عليك شدلي الهمة شوي. خير زعيم؟ أنا مقصر بشي؟ لا لا لا، أنا قصدي شد حيلك يعني جيب لك ولد قبضاي يكون مثلك ومثل المرحوم جده. تعيش وتترحم زعيم. الله كريم ونعم بالله. يلا بالإذن زعيم، أنا بدي روح أفتح الدكان، وأي شي بتعتازه بعت وراي. ما بتقصر، روح الله يرزقك. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة. ايه الله يرحم أبوك، شو كان أبضاي وشهم. عالمكسر يا بطيخ عالمكسر، لا تشلحه بيشلح لحاله هالبرائن عميه أصابيع البوبري. ايه خالي ليش هيك مستعجل؟ أهلين بالشباب، يا أهلا وسهلا. لك لا تكون بندورة هاي. ايه لكان بندورة عمي وبلدية. الخيارات شو وضعه؟ أصابيع الببو عمي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، صحة وهنا عمي. جانريك هاي. ايه تفاح تفاح عمي هاد. هاد أعطينا كيس نحط شوية كراف. تكرم عينك عمي، تفضلوا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. من مهلي خالي. أهلا وسهلا بالشباب، تفضلوا. ايه لكان طبعا عمي. شو بدك تكسرها هلا؟ يلا تفضل. هاي شوي مشكلين شوي مشكلين، خضرة وفواكه منا جميلة. اهلا وسهلا عمي. يلا روح ابي حاجة حاجة، مو للشبع الشغلة. روح تعال هون انت وياه، وين رايحين؟ هاتوا لنزينهم. ليش بدك تزينه؟ لكن بدك تاخذ حقهم بس. لك شو انا فاتح سبيل انت وياه؟ هات لشوف لك عمي. ليك على الحكي. الزهرة مالك كون تاكلوه بتفاضل. وإذا ما دفعنا حقه شو بدك تعمل يعني؟ إذا بالمحكم أنتو الجوز بالحارة بدي أبركم، فهماني؟ إيه خلاص خلاص اللي بدك إياه. يلا نقلع أنت وياه. كتر خيرك يا أبضاي، كتر خيرك. خير الله، كأنك غريب، هي أول مرة بالمحك بالحارة. أنا من الغوطة، محسوبك أبو زكو، وجاي بيعت خضرة هون عنكم بالحارة إذا ما فيها سئلة يعني. لا أهلا وسهلا فيك. اي حدا بيضايقك بتجي لعندي على الساحه على دكان العطاره بتلاقيني هنيك. السلام عليكم. لحظه تفضل هالدون يا أبضاي. شو ها؟ شويه فواكه كنت اخذهم لواحد صديقنا، اشتهيت لك ياهم، تفضل. خير الله كثير، سلمون. شو بنا النبي قبل الهديه، خذ الهديه يا عمي. كتر خيرك. لك اهلين ابن عمي، الله ما يحرمني من هالطله يا حق. لا يحرمني منك. شو جايب لنا معك؟ دور شوية براق. هات من ايدك، لا تاكل هلا. جايين بيت حماك يتغدوا عنا، لا تشبه حالك بالفواكه. عن حق عمي ومرت عمي جايين لعنا؟ ايه هيك خبرتني امي. منيح معناها اللي اجيت وخبرتيني. رح مر لعند اللحام وقطع رتلين لحمه، خليه يساوي لي اياهم بالصينيه واخذهم على الفرن اخبزهم. لك تقبرني؟ والله ما في داعي، انا رح اطبخ. لو كان انا بدي بيض لك وشي قدام اهلي، ورح مر على السوق جيب معي قطايف عصافير. لك هدول غاليين اهل الغاليين. لك الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك يا حق. لازمك شي كمان من السوق؟ لا تقبرني، سلامتك. يلا بخاطرك. الله معك، مع السلامه. الحمد لله صحة. والله يا صهري ما كان في داعي لهذا كله. عمك معه حق، ما في داعي لهالاكل كله، طبخه وحده بتكفي. مرت عمي جيدكم غاليه، والله شو ما عملنا بنضل مقصرين، انتوا فضلكم على راسنا. استغفر الله، نحن فضلنا على حالنا. انا بكفيني انه جوزت بنتي لرجال شهم وأبضاي. الله يجبر بخاطرك. يسلم والدين يا بنتي. يا بي شو هالحكي هاد؟ ليش انا من شو بشكي؟ ما بتشكي شيء، عين الله عليكي.
بنتي ناوليني هالدرقني والله منظره بيفتح النفس. ايه على عيني وراسي، تفضل صحتين وهنا. يسلموا هالديال، ليش مين بيوقف مع البنت غير امها؟ اكيد. والله عبير سديت ما في منه. ايه لك طالعة لامها. صح. بسم الله الرحمن الرحيم، هاتي مي. يي بسم الله الرحمن الرحيم. يا بشبهك بدك تكون تشردعت عمي، ناوليني المي. لك مالي حاسس، لك مالي حاسس. يا لأختي شو حاسس عمي، شو حاسس؟ حاسس نار وشعر بطني. قولي على أختي، قولي على أختي. مصاريني عم تتقطع. كل الحكي أمري يا حكيم الحكي. حكيم عم بيقول إنه السم كان بالدراق، يعني اللي كان مقصود هو أنا. بس مصيبة الدراق أخده من أبسكه، وهو زلمة غريب عن الحارة، شو له مصلحة ليأذيني؟ وين نلاقي له هذا أبسكه؟ بس لا، بدنا نلاقيه لأعرف مين غريمي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معقول يلي عم يصير؟ اليوم الصبح كان عندي بالمضافة وما في شيء، هيك فجأة على غفلة مات. والله يا زعيم، الموت ما بيعرف لا زمان ولا مكان. الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن إليه. كان شاب بضايع وشهم. شو مشان الدفن احنا شو بدنا؟ لازم نخبر أهله بالضيعة، بلكي بدهم يدفنوه هنيك ولا لا يا زعيم؟ لا مزبوط، لازم نخبر أهله، هنن أولى فيه. اتكلوا على الله يا جماعة، اتكلوا على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه؟ هاي الضربة محرزة، يا هيك الشغل يا أما بلا. وقف عندك يا واطي زعيم، وعامل فيها أبو سكو ما هيك؟ وينك؟ وين بدك تهرب يا واطي؟ وين؟ شو مساوي أنا؟ شو بدكم مني؟ لك وين بدك تهرب؟ دخيلك قسما بالله بدبحك بسيح دمك. ها دخيلك يا زعيم، لا تقتلني دخيلك. قول الحقيقة وأنا بخلي الزعيم ما يدبحك. حقيقة شو بدكم مني؟ طلع فيني. قلي الحقيقة وبوعدك اني ما قتلك. حقيقة شو؟ والله ما بعرف عن شو عم تحكي يا زعيم. ليش عطيت الدراق المسموم للعقيد وطاح؟ ليش؟ وتسبب بقتله؟ فهمني. لك هاي نتيجة انه عمل منيح معك؟ يا زعيم ورا كل هالمشاكل هو اللي قال للشباب يجوا يتخانقوا معي وبعدين يجي العقيد يدافع عني وياخذ الدره نهات. مين هو ولا؟ طعان. شو؟ طعان؟ ايه طعان يا زعيم. ليش عمل هيك؟ قال بده ينتقم من وضاح. وشو دليل على صحة كلامك ولا؟ بدهم يروحوا اليوم يخلعوا الباب تبع وضاح تبع الدكان ويسرقوها ويحرقوها. شو زعيم؟ رح نخليه عنا اليوم حتى نتأكد من كلامه إذا كان صح ولا كذب. خليك هون، خلوه شباب. يا ويلك يا ويلك إذا كان كلامك كذب. مسكتوه بختار؟ مسكناه ومحجوز عنا. امشي بختار امشي. لوين؟ لك شو لوين؟ بتقلي مسكتوه، بدي روح اشرب من دمه. هدي حالك، هدي حالك. لك شلون بدي هدي حالي؟ غريمي عنكم وبتقلي هدي حالي؟ يا وضاح زكو مو غريمه، طعان هو اللي غريمه. اه ايه طعان هو اللي خطط ودبر كل شيء براسه مشان يقتلك وينتقم منك. يا باطي هذا بدنا يا مختار، لازم نمسكه. هدي حالك وان شاء الله اليوم نمسكه وباخد تاني وتارك منه. فوت هدي حالك. يلا السلام عليكم. Thank you.
ابن عمي بدي حلفك بالله العظيم وبكل الأنبياء والأولياء الصالحين ورحمة أبوك ورحمة أبي، لا تخلي دم أبي يروح رخيص. واللي رفع السماء وبسط الأرض وحط هالروح فيه لدفعه تمن عملته حياته ولآخذ بتار أبوك وبتاري من هالواطي طعام وحياتك، أنا أقدر بطعام، أنا أقدر. وضاح؟ ايه وضاح، اللي بدل ما تقتله قتلت عمه ابو مرته. إيه شو عليه؟ ما ماتت هديك المرة، هلأ بتموت. جاهد على روحك يا واطي. صح انت طويل وعريض وقوى مني، بس أعلي أزكى من أعلاك. طعان! رمي يا رجال! طمني إن شاء الله هاتوا شيء. لا إن شاء الله بسيطة بسيطة. خدوه على البيت، خدوه على البيت. لك شو بده يكون ابن عمه للندل وقليل الاصل غير ندل وقليل الاصل مثل الحاتم منه. لمين هالحكي ابو الفوز؟ ليش لهلا ما بتعرف اصلك؟ ابو الفوز انا بعرف اصلي منيح، وحكيت قدام العالم كله اني تبريت من ابن عمي. لك مو ليكون لك اصل لحتى تتبرى منه. لا حول ولا قوه الا بالله. ابو الفوز احترم حالك ولا تغلط بالحكي. لك اخرس اخرس، لولا جدي الشيخ قصاب ما سكنكم ببيته، كنتوا لهلا مشردين بالشوارع. حسبي الله ونعم الوكيل. عم اقول لك لا تغلط ابو الفوز. ها شوفوا لها طاهر. شوفي يا رجال، شوفي. خير ابو الفوز، ليش عم طيط على طاهر؟ بدي عيط عليه. شنو انتو يا زعيم ما بتعرفوا لهاد؟ هذا واحد واطي وخسيس وحرامي مثل ابن عمه. ليش شو سرق منك لحتى عم تقول عنه هيك؟ سرق لي بيت جدي الشيخ قصاب وبدك يعني يسكت؟ بس المرحوم جدك هو اللي سكنه ببيته. الله يرحمه، سكنه ما سكنه انا ما دخلني، انا وردته لهذا البيت وبدي اخده غصب عن اللي بيرضى واللي ما بيرضى. ابو الفوز طلع فيي منيح، اترك طاهر بحاله، خلصنا. بس يا زعيم فهم علي، اترك طاهر، يلا تيسر روح على بيتك انت. عمرك زعيم، لا تواخذونا. مع السلامه. سلام عليكم. الحمد لله دايمي. كول تقبرني، الله يرضى عليك. أكلك كتير قلان، ها ما بيصير هيك، هيك ما بترجع لك صحتك؟ لا الحمد لله، حاسس الجرح أحسن بكتير، وإذا بدك عم فكر أرجع لدكانتي. لا أيوه، شو هالحكي هاد؟ إيه ما حلك تقبرني ولو بعدين، إذا مشان غراض البيت ما تأكل هم، كل شي عنا الحمد لله. الحمد لله خير الله كتير، بس أنا بدي أرجع كرمال أهل حارتي. تقبرني في الزعيم وفي المختار وفي العضوات، هن بيديروا بالهم على الحارة. بعدين تعال هون ليكون دق خلقك منيها. لك شو هلا بتقبري قلبي؟ اصلا انا وقت بشوفك بنسى هموم الدنيا كلها، لك حتى بنسى حالي. لك الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك يا حق. والله مهاين علي انك تطلع برات البيت وانت بهالحال، خايف حدا يقدر فيك. ما بكفيني مصيبتي بأبي، والله يدت حيلي كسرت لي ظهري. رحمة الله عليك مرت عمي، شلون صارت؟ والله تعباني، تعباني كتير ما عم تصح. أنا شايف تجي تكمل عدتها عنا هون، منا أنت بتديري بالك عليها ومنا هي بتسلى شوي. طيب مثل ما بدك بقلها.
كنت افتحوا انا ابو الفوز، وينه المهضوب ابنك؟ ماله هون؟ هو بشغله. بشغله ما بشغله؟ بدك تسمعي هالكلمتين وتنفذيهم، لازم تفضي البيت انت وابنك اليوم قبل بكره. وليش لا نطلع منه؟ لانه هذا البيت صار لي. ومن وين لك؟ هذا البيت عطانا يا الشيخ قصاب قبل ما يموت وخلينا نسكن فيه. الشيخ قصاب يكون جدي، يعني البيت لي بعد ما ماتوا، لانه انا الوريث الوحيد له. مشان هيك بتضبي بيشتك انت وابنك وبتنلعوا من البيت، بتنلعوا من الحارة كلها كمان. لك طول بالك يا اخي. لا تقول يا اخي، لانه انا ما بيشربني تكون وحدة عايبة مثل حكايتك تكون اختي. روح من هون انقلع، انا اشرف منك. والله يمكن انتوا جماعة ما بتفهموا غير بالعين الحمراء. يا رالم! يا رالم! يا رالم! يا ولك شو بدك منا اه؟ لك بدي تشتري روحك انت وامك تنلعب للبيت، لانه هذا البيت لالي ما عاد لكم مداس فيه، وخاصة بعد العمل الخسيس اللي عملها ابن عمك وقتله لابو شكري. ولك احنا شو دخلنا اه؟ شو دخلنا بابن عمي اللي؟ لك العرض اساس وكلكم انجاز، يلا نلعب من هون، خذ امك العايبة ودربل يلا. ولك عم تقول على امي عايبة يا عايب؟ لك قلتولي على الهلواطي! لك قلتولي! عنك وانت صوص صغير لك كسروا له ايدي! لك يا الوطن! أبوس ايدي! مشاء الله! مشاء الله! بعد ما يضرب أولاد! بعد ايدك ورجلك لبوسك! خلي عني! أنا خليك! والله ما نروح مرحلة! طلع في مرحلة! والله ما نروح! إن شاء الله! نترك البلد! ماشي ماشي ماشي! اتركوه! اتركوه! قلتي بتروحوا؟ ايه ايه بروح. رح اترككم. ايه بس اذا بشوف وشك بالحارة بتكوني حفرتي قبرك انت وابنك بايدك. يلا درملوا من هون. يلا بتأمر. يلا يلا امي يلا روحك بعد عن ابني تنكسر ايدك. ماشي يا عبد الفوز. ماشي كل شيء بوقته حلو. امشي يا مو. امشي يا مو امشي. وانتو تعالوا بتوقفوا هون قدام الباب، ما بتخلوا بني آدم يفوت على البيت، مفهوم؟ مفهوم. خير شو في؟ أفواز الفران هجم على بيت الشيخ القصاب وسحب أم طاهر وضرب ابنها طاهر كسره تكسير وقلعه من البيت ومن الحارة. من إمتى هالكلام؟ هاي وصلتي من عندهم. بوشك على البوايكية بتخبر الزعيم الحالي على بيت الشيخ. أمرك مختار. العمر شو صاير لأهل الحارة؟ بعدين شو صاير له الأفواز؟ كبراني معه كتير. هي هي الطميرة، يعني الحكي يلي قالوا عنها مزبوط، خابية مطمورة هون. وأخيراً لقيتك بعد كل هالسنين وصرتي إلي إلي وبس. معقولة يكون في كمان؟ شو صاير معك يا طاهر؟ ابو الفوز تهجم علينا وضرب ابني وقلعنا من البيت. امشي معي لقلب. لا لا مالي رايح مالي رايح عم يا طاهر، انا حاسس حالي هيك انه ما حدا طايقني بهالحاره من بعد العمله السوداء اللي عملها ابن عمي طعان، من شان هيك انا ما عاد الي قاعده بهالحاره بالمره. لا يا طاهر
انت رح تضل هون بالحارة وما حدا رح يقدر يطالعك منها طول ما فيني روح وانا زعيم الحارة. الحقوني يا رجال على بيت قصاب. شاكم بعدوا لا انت وياه بعدوا عيد فتح كيف مو عيب عليك تتعدى على الحرمة وتطالع من البيت وعم تتطاول كمان على طاهر؟ ليش؟ لأنه ما عنده سند ومقطوع من شجرة؟ لك هي هي مراجلك يا واطي؟ طاهر وأمه بدهم يطلعوا من هذا البيت غصبا عنه وما نقعد هون، خاصة بعد اللي سواه طعان، بعد ما طعان قتلوا لأبو شكري. زعيم أبو الفوز كذاب أشر، بعمره ما كان همه الحارة وأهلها، وبعمره ما كان قلبه على أهل حارته، كل همه لطميرة الذهبات يلي حكوا عنا الكبارية إنه مدفونة بالبيت. أبو الفوز أنت غلطت وتطاولت ولازم تدفع ثمن غلطتك. إذا بيطلع بيدك لا تقصر زعيم. بعدك تروح هون على هالولاد. صاير عم يطلع صوتك بغيابي ولك زغبي. زين والله لا اشختك على البلوعة يا واطي. لا يا عقيد جان الله بوس ايدك يا زعيم لا تخليه يقتلني. اتركه عقيد اتركه اتركه لهالواطي هاد مو كرماله كرمال مرته وولاده. اسمعوا لا اذا بلمحك قربت على هذا البيت او على طاهر وامه ساعتها ما في حدا رح يفكك بين ايدي. وموقف وقف على حيلك تاخد صبيانك وتنقلع من الحارة ما عاد يشوفك هون بنوب. يلا مختار نادينا عم طاهر. اختي ام طاهر شرفي مختار اعطيها طميره لام طاهر. تفضلي اختي ام طاهر هاي من حق ساكنين البيت يعني من حقكم اطميري. كتر خيرك مختار كتر خيرك زعيم كتر خيرك عقيد. خير الله والله ما قصرتوا. شرفوا يا جماعه شرفوا شرفوا عزيزناكم معنا. شريف زعيم شريف الله معكم الله معكم كتر خيركم. طمنيني كيف صارت امك؟ اخ يا ابن عمي اخ امي كثير صحتها تعبانه من يوم ما مات ابي وهي كل ما عم تتراجع ما عم تقدر تصدق اللي صار فيه. حبيبي بدك تطولي بالك بدي اياكي تكوني قويه وما تحسسي امك بالضعف. انت اللي لازم تقويها لحتى تصح وتتعافى. قوية؟ لك إذا أنا ذات نفسي ما عم بقدر صدق اللي صار. أبي كان قاعد بيناتنا بصحته وبعافيته وعم يضحك وياكل وفجأة هيك راح. لك الله لا يوفقه قتلوا الابن الحرام. عبير خلصنا قلنا لك بدك تشدي حالك. ابن عمي هلا أنا ما عاد إلي غيرك سند بهيتني. بالك شايف أبي مات أمي تعبانة. عبير أنت روحي ومرتي وحبيبتي والله اللي بيمس شعره منك لأطلع بروحه. وطعان شو راح تتركه؟ دم أبوك دايم برقبتي ليوم الدين وحياتك ما راح يهنا لي عيش لأطلع بروحه لطعان وهذا عهد قدام رب العالمين. الله يخلي لي إياك ما يحرمني منك يا حبيبي.
شو صارت ايدك؟ ان شاء الله تحسنت وراح الوجع. الحمد لله الوجع راح من ايدي، بس الوجع هون بقلبي وما بيروح لاخذ بتاري. شو بنا وضاح؟ التار مو تارك لحالك، تارنا كلياتنا. لك شلون صار هيك؟ شلون؟ لك كان بين ايدي تكه كنت قتلته وطفيت ناري. لك منين طلع هالملزمات؟ يخرب بيته وبلش طقم صار، خلى رجع حالتنا تفرقها، العمى بقلبه، استغل الفرصه وهرب. هذا واحد من رجاله لهذا الندل، كان متخبي وما اخذنا بالنا منه. على كل حال الحمد لله اجت الاصابه بايدك والله سترك وحماك. لك والله سترنا كمان، ما انقتل حدا من رجال الحاره. شو العمل هلا زعيم؟ شلون بدنا نمسكه؟ رح نمسكه. عم اقول لك ضبي غراضك وخدي اولادك واطلعي من البيت. خلونا نطلع لبرا ونشوف شو القصه وبنرجع بنكمل حديثنا هون. شرف شرف طول بالك يا رجال، طول بالك علي شوي، وين بدي روح انا اولادي؟ عم لك رح اعطيك الاجره. والله هذا مو شغلي. عامل لك روحي ضبي غراضك روحي لاقي لك بيت ثاني استاجري، مالي فاتح لك بيت تكيه انا. لك وين بدي روح؟ انا ما لي حدا بهالدنيا، الله يخليك طول بالك علي شوي. هذا مو شغلي. عامل لك ضبي غراضك واطلعي روحي لاقي لك بيت ثاني استاجري، انا مالي فاتح بيت تكيه، يلا نلعي من بيتي. بوس ايدك، داخلي على الله وعليك، داخلي على الله وعليك، طول بالك علي شوي، والله رح اعطيك الاجره والله العظيم. عم اقول لك انلعي من بيتي. اخس عليك. عم تتهجم على هالمولى؟ انا ما عم بتهجم عليها، هي ما عم تدفع لي اجار البيت. حقك بتاخده بس بالراحه مو هيك؟ ايه حاولت كثير معها وهي ما عم تدفع لي اجار البيت، شو فاتح لها بيت تكي انا؟ لك انت ما بتفهم حكي؟ عم اقول لك رح ادفع لك حقك كامل، مسوك لشوف. هي 3 شهور المكسورين عليها وفوق منهم اجار شهر كامل، وبتجي لعندي باخر كل شهر وبتاخذ اجار البيت. بس لعندها ما بتروح ولا بتحكي معها، ما لك شغل معها، فهمت؟ ليش انا شو بدي غير اضمن حقي يعني؟ هاي حقك وصلك يا سرعمي يلا. ايه السلام عليكم. هي كتر خيركم. خير الله اختي. جوزك وينه؟ ما يطلع هو يحكي مع المغضوب. جوزي توفى من 3 سنين وانا عندي 3 اولاد يتامى على روس بعضهم. والله وكيلكم، الله وكيلكم، ما في كسرة خبز بالبيت، وكنت ساكنة بالغوطة واخذوا لي بيتي. ولا يهمك اختي ام صفان، خدي القرشين دبري حالك فيهم. كتر خيرك. وباخر كل شهر بتمرني لعندي على المضافة وبتاخدي مصروف إلك ولاولادك. كتر خيركم يا جماعة، كتر خيركم. اختي من بعد اذن الزعيم والمختار بتجي معي هلا لعندي على البيت، حرمتي بتعطيكي كم غرض. والله ما في لزوم، كفيتوا ووفيتوا. معلش معلش، روحي مع العقيل. مثل ما بدكم، بس لحظة لأمن على الاولاد. ماشي الحال. افتح يا مو. افتح حبيبي. الله يكون بعون العباد. يا مو افتح الباب. تفضلي هدول ام صفون. شو هاد يا خانم؟ يا عم شو منك، ما في شيء من قيمتك، يعني شوية خضرة ومونة وفواكه. بس يا خانم هيك كثير. لا معلش ما في شيء من قيمتك. تسلمي لي، ربي يديمكم لبعض انتي والعقيد. والله ماني عرفانة شلون بدي اتشكركم. ما بدنا منك غير الدعاء. روحي ربي ربي هيك يعمي عنكم اولاد الحرام ويحميكم ويبعث لكم من واسع ابوابه. الله يسلمك يا رب. يلا بتسمحي لي انا بدي امشي. عادي ما شربتي شيء؟ غير مره تاركي الاولاد لحاله. طيب ولا يهمك، امانه برقبتك، شو بتعتازي بتقولي لي؟ تسلمي لي كلك سوء. لا تنسي هي وكمان. يسلم ايديك. الله يسلمك. يلا بخاطرك. الله معك. مع السلامه. الله معك. الجماعة طلعوا لقدين حلال معي وغمروني بكرمه. حرام والله حرام، بس لا أنا كمان لازم كمل، ما لي غير كمل. اسمعوني يا جماعة، بدنا نضيف اسم أم صفوان هي وولادها للعيال اللي عم نقدم لهم مساعدة، يعني بآخر كل شهر نعطيها مونة أكل وشرب شي يكفيها إلا ولولادها لمدة شهر كامل. عمرك زعيم لا تنسوا كسوة البدن تبع الولاد. هاي لا تاكلوا أمه، حرمتي رح تعمل لهم زيارة وتشوف الولاد وهي رح تكسيهم، هاي زكاة عن روح أبوها المرحوم. حرمتك أصيلة طالع لأبوه الله يرحمه. الله يرحمه، كانت إيده دائما ممدودة للخير. تعيش وتترحم. يا عقيد يا عقيد يا عقيد. شو
عسرك يا ام، ان شاء الله سلامتك. خدي عسرك. والله ما في داعي لك يا امي، حاسه حالي ماني مطول بدي الحق ابوك. الله يوفقك امي، لا تحكي هالحكي. الله يطول بعمرك يا رب. الله يسلمك. هيك حاسه حالي ماني مطوله امي. انت بتعرفي انه انا بعيد الدنيا، ما لي حدا غيرك، لمين بدك تتركيني؟ هات قبريني، الله يخلي لك جوزك وبيتك واولادك. انا ما عاد لي شيء بعد ابوك. ويخلي لي اياكي ويطول بعمرك وتعيشي وتشوفي اولادي واولاد اولادي. ان شاء الله ما بموت لحتى اشوف على ايدك صبي وتشوفيه شاب وعريس يا رب. بوجودك تقبريني بحياتي. قومي يا امي، قومي على غرفتك لاعمل لك كاسه ياسو وترتاحي. قومي يا رب. يا رب. بسم الله. هاي تحت. سلامك. سلمك. ام صفوان، شو جابك لهون؟ بترجاك تسامحني يا زعيم، بترجاك تسامحني يا عقيد. أنا صحي مرة غريبة عنكم وعن الحارة، بس يشهد الله اعتبرت حالي إني منكم وفيكم، وهالشي بسبب كرم مرتك معي وكرمك علي وفضلك علي أنا وولادي. طعان طعان يا عقيد بده يأذيك وناوي لك على الشر وطلب مني إني ساعده، بس أنا يشهد الله، يشهد الله الندم عم ياكلني وما عم نام طول الليل. المهم هلأ، المهم هلأ تلحق مرتك يا عقيد، لأنه هو هلأ عنده بالبيت وبده يأذيها ويقتلها. حكيم، جيب المختار والحقني لبيت وضاح. كثير تأخر وضح، إن شاء الله ما يكون سهر معه شيء. جيتك. مين أنت؟ شو بدك مني؟ أوعك تصرخي، قسما بالله العظيم بذبحك. مين أنت؟ مين؟ مين أنت؟ هلا بتعرفي مين أنا. لك هذا أنت يا حقير؟ لك ما بكفي إنك قتلت أبي؟ لا، ولك أنا ما كنت بدي أقتل أبوك. أنا كنت بدي أقتل جوزك وضاح، بس أبوك راح بالغلط. ليش؟ ليش لحتى تقتله لوضاح؟ ليش؟ لأنه نفسي فيك. لك ما فشرت عينك يا كلب؟ هلا لا تستشرفي علينا، حارتنا ضيقة وبنعرف بعضنا منيح. بعدين شغلة مو على كيفك، بدي إياكي وغصب عنك. وضاح! وضاح لا تفهم غلط. وحياتك دم أبوك ما راح أدر.